آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ف عادة كنقوم باحتفالات قبائلية، وهذه سنتين كان قضاء الله، كان هذا الكوفيد، الناس هذه شحال ما تشوفات، وحنا كنحيوها التراث الأمازيغي خاصة وبربري وعربي من فوق. فنحن دائما نقوم بهذه الاحتفالات، خيالة، حيدوس، فولكلور، انواع، عده انواع ديال الفولكلور، ونشادة، انوزار، ما نسميها بانوزار، قبائل امازيغيه كما اي تي سي، كنجتمعوا دائما في هذا المكان. فكنشكروا دائما الاخ المناضل والكريم، ما يسمى بكريم هو انه هو اللي كيلاقي القبائل لاحياء الرحيل، وهذه راها اجر في سبيل الله. هذا السيد كل سنه في هذه المناسبه كيعيط لولاده وكيجيو من اوروبا، الله يرضي عليهم، وكيحمرون الوجه في هذه القبيله، ويعتبروا من الناس اللي كيحمروا القبيله، يعتبروا من الناس في هذه المنطقه. في هذه المنطقه عندنا مناطق في جماعه قنزه، ولكن هذا يعتبر من الناس، من اعيان قبيله الحواديف. دائما عنده احتفال سنوي، ونشكره جزيل الشكر، وكما كنشكروا صاحب الجلاله نصره الله سيد محمد السادس الفارس الأول، والشام العزيز والشاب المناضل على شعبه، والغيور على شعبه، والمحب للفقراء والنساء، والكل ما هو موجود في المغرب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.